فعشان كده تلاقي ايه مثلا، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. دي يوم العنصرة لما بطرس وعظ والناس نخسوا وقالوا عايزين نعمل ايه، قال لهم اعتمدوا باسم الرب يسوع. هل ساعتها قالوا باسم يسوع بس ولا باسم الثالوث؟ ما المسيح قال لهم اعمدون باسم الاب والابن والروح القدس. معناه هنا ان بيميز ايمان الانسان انه يتعمد، وعشان كده ساعتها قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. خلي بالكم يوم العنصرة 3000 واحد اعتمدوا. عارفين لو المعمودية دي حاجة ثانوية مش مهمة، كان بطرس والرسل قالوا خلاص يا جماعة مدام أمنتم وعددكم كبير ما توجعوش قلبنا ومجهود، خلاص انتوا كده بقيتوا مسيحيين. لا طبعا، أخدوهم للبحيرة وغطسوهم كلهم 3000 نفس. طبعا اللي قايم بالعمل ده أبائنا الرسل الاثناشر والسبعين اللي هم ليهم حق المعمودية. وفي سفر أعمال الرسل لا توجد قصة إيمان واحدة إلا ويعقوبها المعمودية. يعني مثلا في أعمال 8 قصة الخصي الحبشي، فيلبس اتقابل معاه وقعد معاه في المركبة دي عبارة عن حنطور راكبين وماشيين، وبعدين بيقول له انت بتقرا في ايه؟ قال له في اشعياء والنص اللي قدامه هو مش فاهمه، فقال له فسره لي. فابتدا من النص ده يبشره بالرب يسوع. وفيما هما سائران في الطريق اقبل على ماء، فقال الخصي هو ذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد. هنا في ملاحظه تاخدوا بالكم منها، هو سفر الاعمال بيقول ان فيلبس بشره بيسوع، وبعدين هو الخصي اللي سأل في مية هنا، في بركة ولا في ترعة ولا في بحيرة ولا حاجة، ايه اللي يمنع ان اعتمد؟ طب انت ايها الخصي الحبشي ايش عرفك بالمعمودية؟ قال ما فيلبس قال لي. يا فيلبس انت لحقت تقول له عن المعمودية؟ يقول لي هو ينفع ابشره بالمسيح ما جابش سيرة المعمودية؟ ففيلبس قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء فيلبس والخصي فعمدهم. هتلاقوا كمان مثلا في أعمال 19 أهل أفسس لما أمنوا بالمسيح فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع مش معناها المعمودية غطسة واحدة باسم الإبن، ده لازم باسم الآب والإبن والروح القدس، لأنها معمودية باسم الثالوث. فأوعوا حد يقول لنا كلام مش مظبوط، يقول لك كانوا زمان بيعمدوا باسم يسوع وبعدين الثالوث. دي ممكن تؤدي إلى بعض الناس يقول لك إذا الكنيسة في البداية لم تكن تؤمن بالثالوث، والثالوث ده اختراع اخترعته الكنيسة فيما بعد. إحنا من البداية المسيح علمنا عن الآب وعن الروح القدس وأمرهم يعمدوا باسم الثالوث، وشفنا يوم معموديته الآب بيتكلم، الابن ظاهر قدام عينينا، والروح القدس مش الحمام. أيضا في قصة معمودية شاول لما راح لحنانيا، فالوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد. في أعمال 10 قصة إيمان كورنيليوس، راح بطرس بيتكلم مع ناس أمم، حل الروح القدس عليهم وتكلموا بألسان. حينئذ أجاب بطرس أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قابلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. أي إنسان يقلل لنا من قيمة المعمودية تقول له هو ليه عمد كورنيليوس؟ ده حل عليه الروح القدس خلاص مش محتاج حاجة. في ناس يعتبروا جماعة المعمودية مجرد رمز أو إشارة أو علامة مش سر خلاصي، ويجيبلك أسئلة كده تشككوا، يقولك يعني طب هو لص الأمين اعتمد؟ تقول لا ما اعتمدش، خلاص مش مهم، أهو واحد دخل الفردوس من غير معمودية. تقول له طيب هو لص الأمين ده قاعدة ولا استثناء؟
هو يعني هي قاعدة إن كل واحد يؤمن بالمسيح في نفس اللحظة يموت، ولا الناس بتؤمن وتعيش؟ ده رجل ساعة ما آمن بالمسيح واعترف به مات على الصليب. نقول له استنى ما تموتش لغاية ما نعمدك؟ كيف يعني؟ فيجيب لك الاستثناء على انها قاعده، يقول لك هو طالما واحد دخل السماء من غير معموديه بتنفع من غير معموديه. العذراء ما تعمدتش، نقول لا احنا لسه قارين في يوحنا 3 ويوحنا 4 المسيح عمد تلاميذه، وتلاميذه مش معناها الرسل. كلمه تلاميذ يعني كل الذين امنوا به، احنا تلاميذ، كلنا تلاميذ. الرسل هم مجموعه من التلاميذ سماهم رسل، عمد دول وعمد دول. كان يعمد تلاميذ اكتر من يوحنا المعمدان، فبالأولى جدا العذراء مريم والنسوة اللي هتبعوه كل من تبع المسيح. قصة ليديا بائعة الأرجوان، قصة سجان فيليبي في أعمال 16، الاثنين والاثنين اعتمدوا، سجان فيليبي وأهل بيته وليديا وأهل بيته. قصة سيمون الساحر يقول لك لما صدقوا فيلبس اللي هم أهل السامرة وهي يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون نفسه أمن ولما اعتمد كذا وكذا. فتقريبا كل القصص فيها إيمان يعني ممكن حد فيكم يعمل البحث ده، اقرأ سفر الأعمال وخصوصا نحن قاتل في سيام الرسل، وطلع كل الناس اللي أمنوا بالمسيح ودخلوا في المسيحية، وشوف لو واحد بس آمن وتذكرش عنه أنه اعتمد. في أعمال 8 يقول لك لما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا الذين لما نزل صلايا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع.